طالت ميليشيا الحوثي والمخلوع كل مكان من مدينة تعز. البيوت والمساجد لم تسلم من قذائفهم العشوائية، بل حتى المقابر نالها من أذاهم نصيب. بجوار جامع السعيد بحي عصيفرة تقع مقبرة الشهداء التي لا تكاد تخلو من الزائرين لذكرى أحباب غيبهم الموت. في هذه المقبرة يعمل فهيم، شاب عشريني امتهن خدمة القبور وعمل في تربتها حتى حل يوم 20 يوليو 2015. أبا واحد زكنيشتي 3 قبور. طيب قلت له طيب على طول ولا يهمك، دخلنا نجهز القبور هذوم. يعني الساعة كذا 10:30 ابني كان واخي جنبي، أنا صلح اللحد وابني واخي جنبي، ما عاد الا انا سمعت الصوت ما طلعتوش، اطلع ابصر ابني مقدول فوق القبر هنا، واخي شعط من هنا، واخي الثاني برضو لمغاله خرجوا، وبن سهرتي برضو هذا ومغاله خرجوا، ونصر برضو هنا، بنا خالتي، يعني كل احنا اسره الذي تصوبوا بالقذيفه دي. المشهد فوق الوصف، خيم الهلع في المكان وحل الذعر، واستبدل السكون بالعويل والآهات. يا رب يا قنديل الصحة والقوة، يا رب دمر وندمر ما بعد ما تحت ما فوق. هذه كان موقفي بصراحة يعني صعب، إيش أقول لك يعني، إيش أقول لك يعني، ما قال ما نعمل، قلت ما يعني مع أبو معي، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. قضيفة قال له هون يرش القبور، دخلت المقبرة حق الشهداء، كان منهم 6 نفر، 2 اللي ماتوا بقوا 3، وواحد الصواب بيده قليل، السادس قلبي موقوع ما قدرش أهدر كثير. كان الألم مضاعفا، فقد حدثت المأساة على مقربة من الأب وعلى مرأة من الجدة الأم. كيف يكون بك الحال وأنت ترى فلذة كبدك تبعثره القذائف وتمزقه شظاياها؟ يعني طلعت أشوف ابني مقدول بعرض القبر، يعني كان جنبهم، يعني شلنا الضربة حق القذيفة لا بعيد مسافة، كيف ايش بيكون شعوري؟ اجي اشوفه يعني كله دم، ما دريت ايش اسعف ابني ولا اخي ولا بن خالتي ولا بن صهري، ولا ما دريت ايش يعني اسعف منهم، خلاص يعني 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 صعب قاع لي مره قويه. كنت قاسه هناك اشوفه هون هون بالمزرعه، ساعة ما قال قضيفة حط ما شفنا الا الغبار، ويقول قال يطروا لا فوق وينزلوا، 2 نزلوا ميتين، واربعة اللي تعوروا، واحد تعور حاجة بسيط بيده، وثلاثة اللي تعولوا عور بليغ، عدا واحد من عيالي عدا لحد الآن مريض، الثالث، واثنين اللي شلهم ربي. شهور عدة انقضت منذ حدثت تلك المجزرة، لكن معالمها ما تزال محفورة، ليس في ذاكرة الكبار فحسب، بل على أبدان الضحايا الصغار. نزلنا رشينا القبور، إلا ذي قدنا نحن مروحين، إلا ذي حطه، كنا نرش القبور، القضيفة حطه، وإحنا تعورنا، واحد تعور هنا،
واحد دخلوا له من هنا للقلب، وحبه من هنا مكان القلب. انا قال لي حبه من هنا دخل للمعده. لا تزال الآلام تنحت أجسادهم الصغيرة وأرواحهم. هنا تجمع رمزي ومحمد وإسماعيل وزيدان ومدين ونصار قبل أن تفرق القذيفة شملهم. بشجاعة وبراءة يشرح لنا إسماعيل ونصار تفاصيل ما جرى، وبألم يستذكر الأطفال بعض مشاهد الموقف الدامي. أما السيدة صفية فلها مع الألم قصة، فهي أم لأحد الضحايا وجدة لآخر. بأسى وحزن تستعيد بعض التفاصيل. كان معه صحن يبيع نارجيلة، نزل يبيع للقوال هناك اللي يرش القبور، ويبيع لهم نارجيلة بن صحن. أشوف الصحن قاطل للجو وبنقاب الأرض مبطح، هذي اللي ذاك اللي بن قلبي بن عيوني بن أذاني، حتى صوته ما سمعتوش. قضت وحشية القتلة على سعادة هذا الأب، لم تبقي له من ولده إلا ذكرى تستدعي حضوره يوميا إلى القبر ليرويه ببعض الماء، ويبتهل إلى الله بجواره بما تيسر من دعاء، يطلب منه العون على الصبر، فليس من السهل نسيان هذا الألم. لكن لماذا يستهدف الحوثيون الأبرياء؟ ما ذنب الأطفال؟ اش دخل اطفالنا؟ طيب اللي هن باخر الدنيا ناس يكونوا يرقد داخل بيوتهم امنين وقع على فوقهم، اش ذنبهم؟ سؤال منطقي طرحته ام الطفل الشهيد. لم تعد هذه الام تبالي بسلامتها ولا بحياتها بعد ان فقدت فلة كبدها، بل ان الم رحيله ادى لمضاعفات صحية ترفض معها الذهاب للطبيب، لانها كما تقول تريد اللحاق بولدها. أنا لقيت قذيفة كتشر روحي، أنا مش مبالي عاد، أما عيالي شفدي روحي عليهم. من يوم الحادث الشق حق واري مواصل، مش عارفة إيش فيه، ولا رضيت حتى تعالج أشتي موت الحق ابني. بس ستبقى دماء عشرات الأطفال الذين قضوا جراء مجازر الميليشيا الوحشية معلقة في ذمة الحكومة حتى تقتص لهم من قاتلهم، وستكون كابوساً يقض مضاجع المجرمين حتى تتحقق العدالة. وحتى تستتب شؤون الدولة سيتعين على القائمين على الحقوق وزارة أو منظمات الاستجابة لمطلب هذه الأم ومناشدتها. أنا أطالب وناشدهم بمحاكمة الجنى اللي عملوا ذا العمل بعيالنا، بس ولا أشتي أي حاجة منهم غير محاكمة الجنى بس. مطلب مشروع وطبيعي لتأخذ العدالة مجراها، ومع وجود دولة تنتمي لمجتمعها وتؤمن بقيم العدالة لن يكون الضحايا وحدهم، لن يكون الضحايا وحدهم، لن يكون الضحايا وحدهم، لن يكون الضحايا وحدهم. في 28 يناير 2015 شهدت العاصمة المؤقتة عدن تفجيرا إرهابيا بسيارة مفخخة استهدفت بوابة قصر المعاشيق مقر رئاسة الدولة. الحادث حينها أودى بحياة 8 شهداء، وجرح فيه نحو 20 جنديا كانوا يحرسون البوابة. في هذه الغرفة بأحد مشافي عدن كان يرقد الجريح البطل أيمن إقبال، واحد من ضحايا التفجير، على أمل أن تهتم به الرئاسة التي بذل روحه ثمنا لحراستها. لكن الدولة التي افتداها أيمن بدمه
خيبت أمله وقابلت ألمه بالإهمال. إهمال في إهمال، تقارير مليان، تقارير مليان موجودة. أول تقرير سفروا لبرا أهملوا فيه، الدولة ما رطت طيب مرحبا، ما في مدري إيه، تروح للمسؤول هذا، المسؤول هذا يقول لك ارجع بكرة، عادوا بعد أسبوع، عادوا مدري إيه، كله كان كلام في كلام. ما صدقنا أنهم بيقدروهم يرموهم كذا داخل المستشفيات، يعني في المستشفى ما يجيش حتى لا زارهم ولا مسؤولين ولا، ونحن مش منتظرين من حد انه يزوره او انه يعني هذا قدر الله، ولكن يعني كيف بيكون الشباب، كيف بيكونوا الشباب يحموها يعني وطنهم، وكيف بيحموا هذه القصور وكذا، وهم كيف بيحموا مثلا، كيف بيعمل الشرطي، كيف بيعمل المرور، كيف بيعمل ده، اذا الدوله ما تعطيلوش حقوقه هذه تعتبر من حقوقهم على الارض. لكن يعني نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. طريح الفراش شهر ونص ولا حدا جاء من المسؤولين كذا ولا شيء، بس كل ما يجي واحد قال احنا بنعمل له، قال احنا بنترك له، قال احنا بنفعل له، لكن بدون اي فائده، بدون اي شيء. توالت الوعود الرسميه وطال انتظار ايمن لشيء من العنايه. قال الاطباء ان حالته تحتاج الى علاج في الخارج. ارتفعت المناشدات، لكن أحدا لم يكلف نفسه عناء الاستجابة لها. كنا في المعاشيق دائما نتابع عند المسؤول فلان، وروح عند المبدأ يحولك عند المسؤول فلان، وشل الصورة من الجواز، وشل يشل لك الأسماء، ويمكن الأسماء شلوها ولا 20 مرة، جيب اسمهم الكامل، جيب اسماء الكامل للجرحى، جيب اسماء الكامل. وكنت أتابع أنا للجرحى ككل، لأنه حالة أيمن كانت أخطر حالة تعتبر للجرحى كامل. كنت أشل وتابع للكل، وأروح عند هذا، وأروح عند وزير الصحة تبع وزارة الصحة، ونروح تبع مسؤولي الجرحى بالمحافظة، ونروح تبع الرئاسة، وكانوا يقولوا الآن بنجيبلهم طائرة خلاص، وإن شاء الله لما حالة أيمن بدأت تسوء يعني وقدر الله يعني تدهورت الحالة في أسبوع، وممكن يعني كان يخرج يعني برا، بس هذا قدر الله، ولكن كان بسبب إيش؟ إهمال الدولة والحكومة. الولد ضحى بحياته لأجل بلده، لأجل وطنه، لأجل زملائه بالعمل. أنقذ كم من قائد ومسؤول في المنطقة هذه. 44 ليلة من الألم انتصرت في نهايتها الجراح على البطل الذي ساهم بشجاعة في تحرير عدن، كما ساهم في تطهير أبين من الميليشيا، وخسرت اليمن مقداما جسورا في ميدان الشرف. حزنت عدن لرحيل أيمن، فقد ترك سيرة بطل تستحق أن تروى للأجيال. الشهيد أيمن إقبال عبد الغني إسحاق من أبناء كريتر، ومن يعني خيرة شهداء، من خيرة رجال وأبناء كريتر الذين صمدوا وقاموا الحوثي، وكان يقاتل في حواري كريتر مدة شهر ونصف، ثم انتقل للجبهات، جبهة بير أحمد وجبهة بير فاضل، وشارك في فتح كريتر والمعلة، وكان من أوائل، بل كان قائد المدرعة الأولى التي دخلت أبين. عندما نجد نتحدث عن أيمن إقبال فهو بطل من أبطال عدن الذي شهدوا معارك عدن كاملة، فهو كان من أول من خرج في عدن في كريتر بالتحديد عند غزو الحوثيين وعفاش على مدينة عدن، وكان أول من شارك فيها. وعند خروج المقاومة من كريتر لم يسكن أيمن في مكانه بعد نزوحه، ولكنه توجه إلى جبهات كثيرة، وكان مشاركا في جبهة بير أحمد، ومن ثم انتقل من جبهة بير أحمد إلى بير فضل، وكان يتناوب ما بين الجبهتين، ليكون بعد ذلك عندما تتحد المقاومة والتحالف يكون أول من يدخل المطار ويشارك في تحرير المطار وخرمكسر، ومن ثم يأتي عليه الدور ليكون أول من يدخل كريتر ويبيت فيها الليالي إلى أن يتم تحرير منطقة كريتر كاملة، ويشارك في تحرير المعاشيق، ويكون من يدخل في مدرعته قائدا للمعاشيق، وهو بطل من أبطال هذه المدينة، خاض الكثير فيها، وحتى عند تحريره للمعاشيق ومنطقته كريتر لم يبقى مكانه، بل توجه إلى أن يقود معارك تحرير زنجبار وأبين كاملة إلى وصل إلى موديا. بألم ملحوظ ودعه والده، واصطفت كريتر خلف الشيخ بسام لتودع واحدا من أبنائها البررة. إيش أقول؟ ابني يستشهد لأجل هذا الوطن. هكذا يبدو والد أيمن
عاجزا عن الحديث عن فلدة كبده الشهيد، عبرته تسبق عبارته والعبرة لا شك أبلغ. حالة التقصير الحكومي في علاج أيمن دقت ناقوس الخطر لتنبيه من تكرار الإهمال الرسمي لجرح الجيش والمقاومة، فمن سواهم أولى بالاهتمام والرعاية بدلا من تركهم يواجهون مصير الموت إهمالا. تحول جرحانا من جرحى على أسرة المرض والجراح إلى شهداء، وللأسف وفقدنا الكثير، فقدنا الكثير من الجرحى على أسرة المرض وهم يعانون. تشوهت أعضاء كثير من الجرحى بسبب إهمال العلاج، بعضهم فقدوا بترت أطرافهم، بعضهم أرجلهم من مصابين بكسور مضاعفة أدت إلى قصر أرجلهم وتشوه بسبب عدم تسفيرهم للعلاج. طبعا ونحن لما نتكلم عن أيمن نتكلم عن حالة من ضمن حالات عديدة موجودة إلى يومنا هذا يعانون، من ضمن حالات موجودة من جرحى المعاشيق أنفسهم زملاء أيمن، موجودين الكثير منهم إلى يومنا هذا يعانون أنين الألم وأنين الإصابة. الآن ما زالت الجريمة مستمرة ومتسلسلة، ما زال مطار عدن مغلق، ما زال جرحانا يعانون، وما زالت المقترحات إجلاء الجرحى موجودة. ما الذي يمنع، ما الذي يمنع من إجلاء هؤلاء الجرحى عبر البحر إلى جيبوتي؟ تحول ميناء عدن الآن إلى شبه يعني مطار دولي، يوميا رحلات إلى جيبوتي يسافرون فيها الركاب والذي لديهم إقامات في الخليج أو في غيرها من الدول عبر ميناء جيبوتي. فلماذا لا يتم من باب أولى يعني إجلاء الجرحى الذين ضحوا وهم أمام أعيننا يتألمون ويستشهدون فوق الأسرة كل يوم؟ سيبقى الألم مستمرا ما بقي التقصير قائما تجاه الجرحى، ولم يعد مقنعا الحديث عن عدم إمكانية الإقلاع بالجرحى من مطار عدن طالما هو صالح لهبوط طائرات الوزراء والساسة وزوارهم. فضلا عن ذلك ثمة حلول أخرى. طرحنا أن يتم نقل هؤلاء الجرحى إلى مطار سيئون برا، ثم يتم نقلهم إلى الخارج للعلاج. طرحنا أن يتم نقلهم عبر البحر إلى جيبوتي، ومن هناك يعني يتم تسفيرهم إلى دول العلاج. وهذه المقترحات والآليات وضعناها للجهات المسؤولة، وضعناها للمتخصصين الذين يتحملون مسؤولية هذا الملف، ولكن للأسف لا يوجد هناك أي تجاوب، هناك لا مبالاة، هناك مماطلة، هناك إهمال لمعاناة وآلام ونزيف الجرحى اليومي. ما يعانيه الجرحى من إهمال وتقصير تتحمل مسؤوليته الحكومة ممثلة بوزير الصحة حتى تقوم بواجبها القانوني تجاه من بذلوا دماءهم فداء للوطن. ما حدث أنه مطار عدن الآن مغلق ولا تستطيع أن تنقل أي حالات جرحى للخارج، فلذلك تم معالجتهم في الداخل، لدينا مشكلة أمنية في طار المطار، ولم يستطيع أن ننقل أكانت حالة أيمن الشهيد أيمن أو حالة الشهداء أو الجرحى الذي سقطوا مع حالات الانفجار التي تمت على المحافظ أو المحافظ السابق والمحافظ الحالي وكذلك مدير الشرطة. كثير من حالات الإرهاب وسوف تستمر معنا الحالات هذه، سوف يكون علاجهم في الداخل. لا توجد أزمة بشأن الجرحى، هي الأزمة لها مسبباتها وسمعتم كلكم لرئيس الوزراء. الجرحى أنا أتعامل مع 25,000 جريح في الحرب، وأرجو أن لا تقاس المسائل بشكلها الفردي، أن تقاس بحجمها الكامل. لكن المحامي وحيد سلام يصر على أن الخلل في استمرار مشكلة الجرحى ومعاناتهم يكمن في الحكومة لا في غيرها. المشكلة الحقيقية هي في العجز الإداري والفشل والفساد الذي ضارب في مؤسسات الصحة ممثلة بوزير الصحة وهيكله الإداري بالكامل، هذه الجهة المسؤولة. أما المشكلة الرئيسية التي هي كلفة العلاج فالحمد لله أن الدول التحالف قد تكفلت بهذا الملف والتزمت بتغطية كافة تكاليف العلاج ممثلة بخادم الحرمين الشريفين ودولة الإمارات وقطر والكويت والبحرين وكل دول التحالف. فماذا تبقى؟ تبقى أن نخلق آلية كيف أن نخرج ونوصل هؤلاء الجرحى إلى مشافي العلاج، والله أنها قمة العجز والفساد التي يؤلم ويصيبنا بالصدمة ونحن في مرحلة فارقة من تاريخ هذا الشعب. مضى أيمن إلى ربه ويبقى القلق قائما على رفاقه
عائد ووضاح وجميل وعلي وغيرهم المئات بل الآلاف من جرحى الحرب الذين يفشل الرصاص في قتلهم فيقتلهم الإهمال.